الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. الكون يتناهى في الكبر إلى المجرة، ويتناهى في الصغر إلى الذرة، والإنسان وسط بين الاثنين. وأنواع الخفاء كثيرة، خفاء من فرط الكبر، وخفاء من فرط الصغر، وخفاء من فرط البعد، وخفاء من فرط القرب، وخفاء من فرط العلو، وخفاء من فرط الانخفاض، وخفاء لخروج الموضوع عن نطاق الحواس، لكن دخوله مع ذلك في نطاق الإدراك، وخفاء لخروج الموضوع عن الحواس وعن الإدراك معا. وحنشوف الأنواع دي نوع نوع. خفاء من فرط الكبر، وهو خفاء الله سبحانه وتعالى، فهو الأكبر ولا يوجد شيء أكبر منه، هو الأكبر مطلقا. ومن فرط كبره لا تحيط به عين ولا بصر، وبالتالي لا يمكن أن يرى، لأن أي شيء ليرى لا بد أن تحيطه مجال الرؤية. أما إذا كان أكبر من مجال الرؤية مطلقا ومن كل مجالات الإحساس، فيخفى من فرط كبره. أما الخفاء من فرط الصغر فمعروف، ميكروبات على بكتيريا على في الذرة، الإلكترونات اللي حكينا عنها، والتموجات والجسيمات وكل الحاجات دي، فيروسات، كل دي من فرط الصغر لا ترى. وفي خفاء من فرط البعد، وده أمر معلوم، زي خفاء الأجرام الفلكية البعيدة خالص. وفي خفاء من فرط القرب، الواحد ما بيشوفش سواد عينه من فرط قرب سواد عينه، ما تشوفوش واحد ما يشوفش سواد عينه من فرط قربه. وأيضا يقال نفس الشيء عن الله سبحانه وتعالى: أقرب إليك من حبل الوريد. هو أقرب إلينا من حبل الوريد ومن فرط قربه، هو أقرب إلى الإنسان من نطقه، وأقرب إلى الإنسان من نفسه، وأقرب إلى الإنسان من الدم في عروقه، أقرب إليهم من حبل الوريد. ومن فرط قربه ما نشوفوش. فأيضا خفاء من فرط العلو، وده اللي بنقول عليه الألترا فايوليت والألترا سونيك، ما بنشوفهاش الحاجات دي فوق البنفسجية وفوق مستوى إدراك السمع. وفي أيضا خفاء من فرط الانخفاض، ده الإنفراريد مثلا، إنفراسونيك، ما تحسش بيه. وخفاء ربنا سبحانه وتعالى أيضا من فرط العلو، يدخل فيه العلو. ثم هناك خفاء لخروج الموضوع عن نطاق الحواس، لكن مع ذلك يدخل في منطقة الإدراك بالنسبة لأقلية من الناس، زي إيه؟ زي الجن والملائكة والعرش واللوح ومنازل الجنة ومنازل النار، دي غيبيات، لكن بالنسبة للأنبياء والمخصوصين من أهل الله ممكن يكون لهم اطلاع على هذه الأمور، الجن والملائكة والمسائل دي. فهي تخرج خارجة عن نطاق الحواس، لكن تدخل في نطاق إدراك البعض من أهل القرب من الله ومن أهل الشفافية ومن المخصوصين من عباده. في خفاء لخروج الموضوع من منطقة الحواس ومن الإدراك عموما من كل شيء، وهذا هو الغيب المطلق، وهو غيب الذات الإلهية. الذات الإلهية لا تدخل في نطاق الحواس ولا في نطاق الإدراك، عالية على الاثنين، وهي في العماء المطلق وفي الخفاء المطلق، وتخرج حتى من نطاق المثلية
ليس كمثله شيء، هي تخرج أيضا من نطاق المثلية، فالوصول إليها مستحيل. لكن ربنا سبحانه وتعالى من لطفه وكرمه تنزل إلينا وتقرب بأسماء نفهمها، منها أسماء الجمال: الحليم، الكريم، الودود، الرؤوف، الرحيم، العفو، الغفور، الصبور، الشكور، كل دي أسماء جمال: الشافي، المعافي، الحنان، المنان، أسماء نفهمها، ده نوع من التنزل والتقرب. وأيضا سمى نفسه بأسماء أخرى جلالية، وهي أسماء الهيبة: الجبار، المنتقم، المذل، الخافض، القابض، المميت، كل دي أسماء جلالية. وهذا منتهى اللطف من الله أن يتنزل إلينا ويتقرب ويتودد بأسماء نفهمها. وأكثر من كده، بعض هذه الأسماء ممكن نسمي بها أنفسنا، زي الودود والكريم، الحليم، الحي، المتكلم، دي أسماء نسمي بها أنفسنا، لأن فعلا إحنا بنتصف، أخذنا بعض هذه الصفات فينا من هذه الصفات. السميع، البصير، احنا بنسمع ونبصر، ممكن نبقى اهل مودة ورحمة وكرم والى اخره. لكن هناك اسماء لا يجوز ان نتسمى بها، مثل الاسم الجامع الله، والاسم القيوم، والصمد، والاحد، كل دي اسماء الهية صرف. وربنا سبحانه وتعالى من كرمه أظهر وجلى أفعاله وصفاته، أظهر صفاته وأظهر أفعاله، لكن أخفى ذاته. ربنا أخفى ذاته ولكن أظهر أفعاله وأظهر صفاته، وكل الكون أفعاله، آياته ظاهرة، لكن هو باطن بذاته، ولا مدخل إلى الذات الإلهية بالنسبة لأي مخلوق ولا لأي كائن، لا جن ولا ملك ولا شيطان ولا إنسان ولا أي كائن له مدخل على الذات الإلهية، فهي في الخفاء المطلق وهي في الغيب المطلق. وهو لا روح ولا جسد أحد ما مثله أحد، بكمال النعت منفرد، ما له حد يعينه، وهو المطلوب والصمد، فجميع الخلق يطلبه ثم لم يظفر به أحد. هذا هو الله سبحانه وتعالى. وهذه أنواع الخفاء والخفايا، بعضها ما جل وعظم وبعضها دق وهان، بعضها في عالم الظاهر، عالم الظاهر فيه خفايا، وبعضها في عالم الباطن، عالم الباطن فيه خفايا، وبعضها من وراء الظاهر ومن وراء الباطن، ومن وراء المحسوس ومن وراء المعقول ومن وراء المدرك، فلا وصول لأحد إليها على الإطلاق. وتلك هي الذات الإلهية الملفعة بالأسرار. احنا الليله دي هنعيش شويه مع الخفايا اللي نقدر عليها، الخفايا في عالمنا الظاهر. ومعانا فيلم هنتجول معاكم في هذه الخفايا. الانسان كائن مبصر، و يتصل بالعالم عن طريق الرؤية، لكن هناك أشياء في العالم الظاهر لا تدخل تحت نطاق القدرة البصرية العادي العين. يعني مثلا نقطة مية فيها كائنات وعالم، شوفوا العالم ده كله ما تشوفوش بعينك، هتحتاج للآلة، للميكروسكوب، عشان تشوف كل الحاجات دي. في نقطة مية لما تشوفها في المية العادية ما تلاحظش أبدا، مية رايقة رايقة تمام،
تحطها تحت ميكروسكوب هنا حاجة تانية، الخلايا في ورقة نبات، شوف الخلايا دي الحركة، كرات الكلوروفيل الجميلة جواها، الكرات الخضراء اللي عمالة تتحرك ده ما تشوفوش، الشعيرات الدموية وفيها صفوف من الكرات الدموية الحمراء، شوف الشعيرات كبيرة هنا مكبرينها، انقسام الخلية، معجزة انقسام الخلية ده أمر برضه ما نشوفوش إلا بالميكروسكوب وإلا بوسائل التكبير العلمية. الإنسان اخترع المجهر العادي بيكبر 2000 مرة، وبعدين الميكروسكوب الإلكتروني يكبر 200,000 مرة، اللي احنا شايفينه ده الميكروسكوب الإلكتروني، وحنكبر ورقة الورد، البتلة البيضة بتاع الورد، وحنشوف شكلها ايه تحت الميكروسكوب الإلكتروني. نشوف سطح الوردة، البشرة الناعمة الرقيقة بتاع البتلة بتاع الوردة. هاي بتكبر شوية شوية، هنكبر شوية شوية كمان. شوفوا شوفوا بقى السطح في عليه زوائد ازاي، السطح الناعم لما كبرناه بقى فيه زوائد زي القطيف. شوفوا دي انظف مخدة في امريكا، شوفوا عليها ايه حاجات زي الخرفان سرحة ازاي، دي انظف مخدة في امريكا، شوف اللي سرح عليها دي حيوانات من فصيلة العناكب، سرحة فوق المخدة بتاكل ايه، تاكل فراكة الجلد اللي بتنزل على المخدة، ان حيوانات دقيقة دقيقة ما تشوفهاش بعينك. الجلد، الجلد هنكبره كام الف مرة، وهتشوف عليه نباتات الفطر، شوف على الجلد في جذور الرموش، شوف تلاقي لا جذور الشعر، دي جذور الشعر تلاقي النباتات الفطر دي، حاجة عجيبة هنشوفها كمان، دي حاجات ما تشوفهاش مهما تغسل جلدك ما يطلعش الحاجات دي منها. شوفوا بقى جذور الرموش العين لقوا فيها حاجات زي العناكب، شوفوا ده شوفوا ده، ده في جذور رموش العين، ديمودكس فوليكيولورا اسمه العلمي، من فصيلة قريبة من العناكب، تعيش في جذور الرموش وما تضرش، لا تضر ومش معروف وظيفتها ايه بالظبط، ومهما تغسل عينك وتحط قطرة ما تمشيش ما تطلعش، في جذور رموش العين. شوفوا دي الأملة دي، ده الجرب في الجلد عامل فجوة في الجلد ازاي وقاعد ياكل فيه، ده طفيل الجرب. هنشوف تحت الباط، شوفوا البكتيريا دي تحت الباط، البكتيري الواحد في 8 ساعات يبقى مليون بكتير يتكاثر، ما كانش واحد يغسل نفسه ويستحمى تتكاثر كل البكتيريا اللي تحت الباط دي، شوف بتبقى قد ايه، الواحد 2 2 4 4 8 8 16 وهكذا، في 8 ساعات يبقوا مليون ميكروب، وفي شهر واحد يبقوا ميكروبات بحجم قارة أمريكا، فدي حاجات كل الحاجات دي الواحد شايلها على جتته، الله ده أكن الواحد جنينة حيوانات، يعني أكن الواحد شايل على جتته كام، ده حسبوها لقوها تقريبا 4000 مليون طفيل شايلها على جتته قد سكان العالم. دي حاجة غريبة قوي برضو في الكاميرا، عملوا كويك سبيد كاميرا عشان يحللهم القوة العضلية،
دي حاجات ما نقدرش نعرفها بالإحساس العادي. بطريقة الكاميرا السريعة قدروا يحللوا حركة العضلات للعناصر الأولية بتاعتها، يعني كل حركة عضلية عبارة عن قوة وسرعة وفائد ودفع وتوجيه. ده واحد بيحدف القرص، في فائد بيفقده تفقيد القوة العضلية نتيجة وضع غلط مثلا. احنا لما نعمل الصور دي ونحللها اكتشفوا مثلا في الراجل ده بطل القرص ده ان هو في نسبة فائد في القوة بتاعته نتيجة ان هو بيتك برجله على الارض، احتكاك الرجل بالارض بقى بالحساب لقوها اكتر من اللازم، فتؤدي الى فقد قوة القذف، تفقد منها نسبة معينة بسبب ان الراجل بيتبت رجله في الارض زيادة عن اللازم. كل دي بيعملوها بالحسابات بالهاي سبيد كاميرا. وقالوا له انت بتثبت رجلك في الارض باكثر من اللازم، ونتيجة ان بيحصل فائد في قوة الدفع كذا، فانت تخفف رجلك وحنشوف نعمل تجربة تانية. بالطريقة دي قدر يزود قذفة القرص 4 متر زيادة عن الرقم القياسي. شوف بيحللوا الحركة ازاي، كل ده عقل الكتروني هو اللي بيرسم الحاجات دي ويحللها. الكاميرا تلقط والعقل الالكتروني اتضح انه لما خد بنصيحة العقل الالكتروني وفعلا خفف وطء رجله على الارض قدر يزود الحدفة 4 متر وتخطى الرقم القياسي ب4 متر. دي بتورينا قد ايه ممكن بالوسائل العلمية ندرك حاجات ما بندركهاش بالطريقة العادية. تحليل حركة العضلات الى مكوناتها الاولية. قوة وسرعة وفائد وتوجيه ودفع، عملية بتحلل بالكمبيوتر وتتعرف ايه بالظبط عيب الحركة في الرياضي في بيجري او بيقذف قرص او بينط على الحبل او قفز حواجز، او كل ده قابل للتحليل بالطريقة الجميلة دي. وبعد كده يجي المدرب يقول له انت بتغلط الغلطة الفلانية، يصلح غلطته بيقدر يتفوق على نفسه ويوصل لأرقام قياسية أحسن. أسلوب آخر من أساليب كشف الخفايا هو عبور حاجز الزمن بالفوتوغرافيا. الحاجات اللي بتحصل في أسبوع ممكن نصورها في ثواني. البرتقالة دي مثلا بعد 4 5 أيام بتعفن، فهنشوف العملية دي ازاي بتتصور كلها في ثواني. كل ساعة يلقطوا صورة، كل ساعة يلقطوا صورة، ده اسمها لابس فوتوغرافي، وبعدين يركبوا الصور ويدوروها بسرعة. عملية التعفن اللي خدت 4 5 أيام بالطريقة دي ممكن تتلخص في ثواني ونشوفها قدامنا. شوفوا التعفن، كل ده دي حاجات بتحصل في 4 5 أيام اتصورت في ثواني. عبور حاجز الزمن. عدوان النملة على جرادة بياخد له يوم، شوفوا النملة خلص على الجرادة ازاي في ثواني. عبور حاجز الزمن بالفوتوغرافيا. حاجة أظرف، حنشوف فار ميت، حنشوف ازاي النبات بيدوب الفار ويهضمه ويتغذى عليه. دي حاجة بتاخد لها أسبوع. شوفوا هنا، شوفوا النبات طالع في الوقت اللي اتهضم خلاص الفار وتحول إلى سماد، والنبات طالع مبسوط 24 قراط. تفتح الورد، حاجات عجيبة جدا بتقدر تعملها الفوتوغرافيا. آخر حاجة في فن الفوتوغرافيا التصوير بالألترا فايولت، بالفوق البنفسجي. التصوير بالفوق البنفسجي بيخلي الصور خضرة. احنا ما بنشوفش الفوق بنفسجي، لكن النحلة اللي انت شايفينها دي بتشوف الفوق بنفسجي، وعشان كده منظر الوردة بالنسبة للنحلة مختلف.
النحلة بتشوف الوردة بلون مختلف بسبب ايه؟ ان النحلة بتقدر تشوف الالترا فيولت، الانسان ما يقدرش يشوف الالترا فيولت. ملاحظين هنا ان الصور مخضرة شوية بسبب استعمال التصوير بالفوق البنفسجي، لكن احنا بنشوف الوردة بلون، النحلة بتشوف الوردة بلون، وكل مخلوق بيشوف بطريقته وبكاميراته الخاصة. الشمس بتبعت لنا أشعة فوق بنفسجية طول الوقت، لكن احنا ما بنشوفهاش، النحلة تشوفها. الالترا فيوليت هي أحد الخفايا. هنا هنشوف حاجة عجيبة، التصوير بأشعة إكس. أشعة إكس أشعة اختراقية بتخترق الجلد واللحم، وعشان كده على طول لو صورنا القطة دي بالإكس راي شوفوا هنشوف إيه؟ نشوف العظم على طول، الهيكل العظمي على طول. طبعا أشعة إكس قيمة جدا في تشخيص الكسور، ويعني أي شرخ في العظم، أي حالة وقوع من على السلم، على طول صورة أشعة ويعرفوا العظم جرى فيه إيه. المفصل يعرفوا بالظبط ايه الغلطة اللي حصلة في المفصل، ايه الالتهاب سببه ايه. الرقبة بيصوروا كمان الجهاز الهضمي، يعني وسيلة عظيمة للتصوير. ايضا في التحقيقات التاريخية يصوروا الموميات بأشعة اكس، فيعرفوا عنها حاجات ما كانش ممكن تتعرف ابدا. يعني مثلا الموميا دي بتاعت يويا مستشار الفرعون، هنصورها بأشعة إكس، فهنكتشف حاجة، إن يويا كان عنده مرض في العظام. يويا كان عنده مرض في العظام، وبرضه صوروا مراته فلقوا عندها روماتيزم وتقوس في العمود الفقري. صوروا طفل موميا فوجدوا ان رجليه مكسورين، الرجلين الاثنين مكسورين. الخفايا دي ما كانش ممكن نعرفها الا بأشعة اكس. صوروا موميا تانية فوجدوا فيها الاطراف والدماغ لكن ملهاش بطن ولا صدر، اتسرقت بطن والصدر اتسرقت. أمن حتب اكتشفوا بالأشعة إكس إن اللصوص دمروا الهيكل، هيكل العظمي بتاع أمن حتب، لكن الكهنة أعادوا إصلاحه وتركيبه من جديد. توت عنخ آمون صوروه بأشعة إكس فوجدوا إنه سليم. طبعا عارفين إحنا كلنا إن توت عنخ آمون مات صغير، فلغاية دلوقتي سر موته مش معروف، لكن أشعة إكس بتقول إن توت عنخ آمون سليم، ما فيهوش مرض ممكن يعني تشخصه الأشعة. وما زال موت توت عنخ آمون سر. من الحاجات البدع الجميلة دلوقتي التصوير بسوبرسونيك، بالأمواج الفوق صوتية، بيصوروا الأورام وبيصوروا الجنين جوه البطن. الصور دي بالسوبرسونيك، ملاحظين هنا ان بيبان تفاصيل اللحم، شوف التفاصيل اللي جوه اللحم. هنا بقى واحدة حامل وبيصوروا البطن، هيصوروا بقى الجنين جوه الرحم، هتشوفوا الجنين دلوقتي بسوبرسونيك فوتوغرافي. شوفوا الجنين بيتمطع وبيهم بصدره، وبعدين هيجي له زغطة. شوف الزغطة دي، يعني تفاصيل الجنين جوه البطن بيعمل ايه. دي بالتصوير السوبرسونيك فوتوغرافي، احد انواع كشف الخفايا. اخر عجب في عجائب التصوير، تصوير الهالات النورية، الأنوار اللي بتطلع من الصوابع.
اتضح ان الصوابع وكل الاجسام الحيه والاجسام الميته بيطلع منها هالات من الكهرباء. شوفوا العنكبوت ده طالع من رجليه ايه، اما هنيجي نصوره شوفوا، شوفوا الاضواء اللي طالعه من رجليه دي عباره عن طاقه كهربائيه طالعه من رجلين. شوفوا ورقه الشجر لما نصورها اسمها كيريليوم فوتوغرافي، شوفوا طالع منها ايه، وشوفوا قطعه النقط، شوفوا الكهرباء اللي طالعه منها اسمها كيريليوم فوتوغرافي، اخر صيحه في علم كشف الخوافي. شوفوا هنا بيحط صباعه على اللوح وهيصوروا البصمه، وطلع حوالين البصمه ايه هتشوفوا انوار طالعه من الانامل، حاجه غريبه حقيقي يعني. شوفوا ادي البصمه وحواليها هالات نورانيه طبيعتها، اشوف الهالات النورانيه دي بيقولوا انها طاقه كهربائيه بتطلع من الاجسام الحيه ومن جميع الاجسام، والطاقه دي بتتفاوت حسب الحاله النفسيه، تختلف في واحد في حالة شهوة أو غضب، وفي حالة يأس قنوط أثناء الدورة الشهرية بعد إجهاد جنسي، بص لقيت انطفل الأنوار دي كلها. يعني أنوار بتطلع من الجسم وبتطلع من الوش، تطلع من الصوابع، بتتصور بطريقة. هنا عملوا تجربة غريبة على واحد هندي بيصلي، ده قبل الصلاة شوف صوابعه، وبعد الصلاة شوفوا الطاقة اللي طلعت بعد الصلاة أكتر. يعني أثناء الصلاة شوفوا الطاقة اللي بتطلع قد إيه، أثناء الصلاة تزداد الطاقة النورانية اللي طالعة من الجسم. دي برضو أسرار غريب، شوفوا الطاقة غريبة أكنها برق طالع من ال. بعدين عملوا تجارب على البصر والإبصار في معهد البحوث العميان، تجارب عملوها غريبة قوي، ركبوا 64 قطب كهربائي جوه المركز الإبصار بتاع واحد أعمى، الراجل ده أعمى. شوفوا ركبوا سلوك 64 قطب كهربائي، شايفين الأخطاط دي كلها جوه مخ الراجل ده جوه مركز الإبصار، ووصلوه بكابل، الكابل اللي طالع، كابل طالع رايح لكاميرا تلفزيونية أو ركبوا الكابل. حاجة غريبة، والراجل أعمى ما بيشوفش خالص. دلوقتي المركز الإبصار متصل بكاميرا تلفزيونية عن طريق هذا الكابل اللي فيه 64 قطب كهربائي. على فكرة الكابل العادي بتاعنا فيه مليون، في كابل العين فيه مليون خط عصبي. بعدين دلوقتي شغلوا الجهاز فبيقولوا له انت شايف ايه، اتضح ان هو بيشوف الصور على شكل نقط وشرط. يعني مثلا واحده تقف قدامه مش يشوفها واحده، لا يشوفها نقط وشرط، وكذلك الحروف الابجديه A B C يشوفهم على شكل نقط زي ما انتم شايفين كده، يكتبوا له حرف A فيشوف كده، حرف B فيشوف كده، حرف C فيشوف كده، حرف دي بالشكل ده. يعني بيقولوا دلوقتي ممكن نعلمه على تعليم زي طريقة بريل. دي طبعا تجارب لسه في البداية. بيقولوا له انت شايف ايه، يقول لهم شايف نقطتين، يعملوا خط، يعملوا الف شايف ايه، شايف اربع نقط بالشكل ده، فيقول لك ممكن نقدر نعلمه زي تعليم طريقة بريل. وبعدين عندهم امل انه في يوم من الايام العميان يركبوا كابلات بالشكل ده وكاميرا في النظارة فيبقى يشوف. طبعا دي حاجة لسه قدامها كتير، لان زي ما انتم شايفين الراجل ده مش بيشوف مناظر، ده بيشوف نقط وشرط. دي الحاجات اللي بيحلموا بيها، نظارة فيها كابل بيوصل للدماغ وعن طريقها العميان هيشوف. نرجو ذلك. شفنا حاجة غريبة أوي في الفيلم، الأنوار الكهربائية اللي بتطلع من الصوابع، إن في هالة كهربائية بتطلع من الصوابع، والراجل قبل الصلاة الهندي بيصوروا الهالة، وبعدين بعد الصلاة يتضح إن الطاقة الكهربائية بتتدفق أكتر. كمان الهالة أو النور اللي يبقى طالع من الإيدين أو طالع من الوش
اكتشفوا انه متفاوت حسب الحالة النفسية، حالة غضبية، حالة شهوانية، حالة يأس، مرض مثلا، عادة شهرية، إجهاد جنسي، كل ده يأثر في الطاقة اللي بتطلع أو النور اللي بيطلع من الإنسان. كون إن الإنسان في هالة نور حواليه، وشه من صوابعه من إيديه، يعني دي لوحدها تثير تساؤلات كتيرة خالص. بتفكرني بالكلام اللي قريته زمان، كانوا بيقولوا الهنود عن الهالة، إن كل جسم له هالة وكل إنسان له هالة من النور حوالين وشه، وتختلف ألوان الهالة دي حسب مرتبة الإنسان، حسب مرتبته ومنزلته، حسب شفافيته. فيقول لك إن المجرمين وأهل الحقد والضغينة يبقى الهالة بنفسجية غامقة، أهل الشفافية يبقى الهالة بنفسجية فاتحة قوي قوي. يقول لك إن الشهوانيين والغضبيين والانفعاليين والعصبيين يبقى الهالة اللي حوالين وشهم حمرة. يقول لك الأنبياء وأهل الله الهالة اللي تبقى حوالين وشهم تبقى هالة ذهبية. طبعا احنا شفنا فعلا وصورنا، طلع إن في فعلا هالة نور حوالين الإنسان، سواء وش أو إيدين أو صوابع أو رجلين أو كل الإنسان بيطلع منه نور، طاقة كهربائية. صوروها بالطريقة الجديدة اللي اسمها كريليان فوتوغرافي، ودي آخر صيحة في علم التصوير. هي الحقيقة دي بتفكرني برضو بآية قرآنية جميلة في الآخرة عن المؤمنين، يقول لك يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. الله، يبقى كأنهم لهم نور وهم يكلموا ربنا سبحانه وتعالى، يقولوا إيه؟ يقولوا ربنا أتمم لنا نورنا. يبقى إذن الواحد بمر على مراحل يترقى فيها ويتم نوره ويزداد نوره. إذن دي مسألة اللي بنشوفه في الدنيا هنشوف أضعافه في الآخرة. هي كمان السؤال، يا ترى النور ده معناه ايه؟ معناه ان في جسم نوراني، هل الانسان له جسم اثيري؟ وهل هو ده اللي بيفضل بعد الموت، يفضل الطيف النوراني؟ دي مجرد اسئلة. لكن برضو الهنود لهم رأي غريب، ان الانسان له عدة اجسام، النفس لها عدة اجسام، تخلع جسم بعد آخر، في عدة موتات، موتة بعد موت. فالأول تخلع الجسم الفيزيكال، جسم الطبيعي ده الموت اللي احنا نعرفه، ويفضل الجسم الأسيري، وبعدين يتخلع الجسم الأسيري، يفضل الجسم العقلاني، وبعدين يتخلع الجسم العقلاني، يفضل الجسم الروحاني. تفضل النفس تخلع جسم بعد جسم في عدة موتات، موتة بعد موتة. طبعا ده غير الكلام اللي بيقولوه عن التناسخ، لان هنا النفس هي ذات النفس، لكن هي بعد ما تخلع الجسم في الموت، الموتة الاولى ترجع تخلع الجسم الاسيري، وبعدين تخلع الجسم العقلاني، يسموها اجسام، يسموها فيزيكال بودي، منتال بودي، واسترال بودي، ومنتال بودي، وسبيريتوال بودي. تفضل تخلع جسم بعد جسم لغاية ما تتجرد في النهاية وتبقى نفس مجردة. طبعا ده الكلام ده رجم بالغيب، وما حدش يعرف بالظبط ايه اللي بيحصل بعد الموت اللي بنشوفه. كل اللي احنا متأكدين منه من كلام ربنا سبحانه وتعالى، ان بعد الموت اللي احنا بنشوفه بيبقى فيه نوع من الحياة، سماها القرآن حياة برزخية، يعني نروح البرزخ. ايه بقى اللي بيحصل في البرزخ؟ وهل في مراحل؟ ما حدش يعرف خالص. يبقى ده نوع من رجم بالغيب، لكن هي المسألة بتثير تساؤلات. لأن كون إن الإنسان يشوف بعينه ويصور إن فيه نور طالع منه، ده معناها إن ممكن يبقى له جسم نوراني أو جسم أثيري أو طيف نوراني، ومحتمل إن هذا الجسم النوراني أو الطيف النوراني هو اللي بيفضل بعد الموت.
لكن زي ما بقول القطع في هذه المسائل مستحيل، ودي مسائل في علم الله كل ما في الأمر، إنها العلم أثار أسئلة، العلم أثار أسئلة بعد هذا الكشف الغريب بتصوير الكريليان فوتوغرافي. طبعا يعني ده برضه هيقودنا للسؤال عن النفس. يعني دلوقتي بعد ما فكرنا في الجسم النوراني أو الطيف النوراني وتصورنا أن ممكن إنسان يخلع الطيف النوراني ويبقى تبقى النفس، إيه هي النفس؟ مسألة النفس والروح والجسم الأثيري هي أصبحت مسائل الواحد بعد فيلم زي ده يفكر فيها على طول. هل الجسم الأثيري ده أو الجسم النوراني أو الطيف النوراني هو النفس؟ هل هو الروح؟ برضو دي أسئلة حيسرها الاكتشاف الغريب ده. والناس تعودت أنها تخلط بين النفس والروح، يقول لك روحه بتتعذب أو روحه زهقت، وتستعمل النفس والروح في نفس الاستعمال، مع أن ده غلط، لأن القرآن يؤكد بآيات الكثيرة اللي جت عن النفس والروح أن النفس شيء غير الروح. الروح ربنا ينسبها لنفسه دايما، يقول لك فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، ربنا ينسب الروح لنفسه، روحي فقعوا له ساجدين. أو مثلا يقول لك فأرسلنا إليها روحنا، شوف نسب الروح لمين؟ لنفسه، روحنا. أو يقول لك كذلك وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، نسب الروح لنفسه فهي من أمره وهي منه. بينما النفس نجد الله سبحانه وتعالى ما ينسبهاش لنفسه، إن الله سبحانه وتعالى ينسب النفس لصاحبها، يقول لك حسدا من عند أنفسهم، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وطوعت له نفسه قتل أخي فقتله، فنسب النفس لصاحبها. ومش بس كده، ربنا سبحانه وتعالى في آيات ذم النفس وقال لك النفس الأمارة، وفي آيات أخرى مدحها. فمعنى كده إيه؟ معنى كده أن الروح شيء غير النفس تماما، وتنتمي إلى عالم تاني، عالم القدس، عالم ربنا سبحانه وتعالى، عالم الأمر ما نعرفش عنه حاجة. إنما النفس بتاعتك، نفسك حقيقتك، نفسك ذاتك، نفسك انت، انما الروح حاجه تانية خالص. فديا وده موضوع الحقيقه موضوع كبير، مساله النفس والروح، وهنخصص له حلقه مستقله لان ده موضوع كتير الناس بيسالوا فيه. طيب اذا كانت النفس شيء غير الروح، وبالتالي محتمل قوي ان الطيف النوراني اللي شفناه ده، الأنوار دي اللي خلتنا نتصور أن الإنسان له جسم نوراني، يبقى ده لازم حيكون شيء آخر غير النفس وغير الروح، كل حاجة مختصة بنفسها. حنسأل هي إيه النفس؟ طب هي إيه كنه النفس أو كنه الروح؟ مش ممكن نقدر نجد جواب أبدا، وما حدش عارف لغاية دلوقتي. احنا شفنا ازاي ربنا سبحانه وتعالى اظهر افعاله وصفاته، ولكنه اخفى ذاته. ربنا اظهر افعاله وصفاته لكنه اخفى ذاته. ذاته زي ما قلنا الذات الالهية هي في غيب الغيب، وهي في الخفاء المطلق، وما حدش لا ليس لأحد مدخل على الذات الالهية ابدا، لا جن ولا انس ولا ملك ولا، فجميع الخلق يطلبه ثم لم يظفر به أحد. نفس الشيء في الإنسان، تعرف جسمه مقاساته طول وعرضه أخلاقه صفاته أفعاله، لكن لما توصل للنفس الإنسانية ما تعرفش، لا هي سر الإنسان الأعظم هي نفسه، وكنه النفس الإنسانية ما حدش يعرفه خالص، لكن تعرف من الإنسان صفاته وأفعاله ممكن. نفس الحكاية اللي شفناها إن ربنا جل صفاته وأفعاله وأخفى ذاته، نفس الحكاية في الإنسان برضه
أفعاله وصفاته ظاهرة لكن نفسه خافية، خافية حتى عليه هو نفسه. النفس هي السر الأعظم. إيمانويل كانت مفكر ألماني كبير له رأي في المسألة دي، إن إدراك الكنه، كنه أي شيء مستحيل، لا كنه الذات الإلهية ولا كنه النفس البشرية ولا كنه شجرة ولا كنه مادة ولا كنه عنصر ولا كنه أي شيء، الكنه أو الماهية مستحيل إدراكه. ويقول لك أكثر من كده، يقول لك إن العقل مش مؤهل، العقل ليس مؤهل لإدراك الماهيات أو الكنه. العقل يدوبك مؤهل لأنه يدرك كميات ومقادير وجزئيات يحللها ويطلع منها قوانين، فهو بيتعامل مع الظاهر، مع عالم الجزئيات الظاهر. إنما لما نخش في الكنه والماهية دي مش شغلة العقل، وما يقدرش، ما هوش معد للمسألة دي. العقل معد للتعامل مع البيئة بجزئياتها، فهو بيتعامل مع مقادير ومع مقاييس ومع أطوال وأبعاد، ويجمع ويحلل ويطرح ويطلع قوانين، ده شغلته. إنما لما يوصل للكنه يقول لك دي مش شغلة العقل، وليس مؤهل ولا معد لهذه المسألة. طيب إزاي حندرك الحاجات دي؟ يقول لك إيمانويل كانت مو إدراك هذه المسائل بطريق تاني غير العقل، الإلهام أو الحدث أو استبصار أو حاجات، بس مش العقل، سكة تانية خالص. إنما العقل لا يستطيع أن يتعامل إلا مع جزئيات ومقادير ومسائل مادية، إنما يوصل للكون ما يقدرش يعرف. وفي الحقيقة يعني ده إحنا حتى في الجسم معلوماتنا ناقصة، في جسم الإنسان معلوماتنا ناقصة، اللي هو الجسم اللي بنشرحه ونشوفه ونصوره. يعني مثلا حاجة زي إبر الذهب اللي بيعملوها الصينيين، كشفت وأكدت إن في جهاز كامل، جهاز عصبي في الإنسان مش معروف بالمرة ولا شفناه، جهاز خاص بمجاري الألم وبوابات الألم، بدليل ان هؤلاء الناس الصينيين يقول لك يمسكوا ابره يحطوها هنا مش عارف الركبه، وابره تحت مش عارف البط، توصل لقي الرحم بقى متبنج، يعملوا عليه عمليه وما يحسش، حطوا ابره هنا مش عارف ايه، وابره هنا تبص تلاقي ممكن يفتحوا بطن واحد ويطلعوا المصلع وما يحسش، يعملوا مش عارف ابره هنا وابره هنا تبص تلاقيه يقدر يفتح دماغه ويعمل عمليه ما يحسش. الله، طب ايه ده؟ احنا والله شرحنا ما شفناش. يقول لك لا، ما هو في اتضح ان في مجاري الجسم، فيه مجاري الالم وبوابات الالم، بحيث لو حطيت في البوابه هنا شيء ممكن تسد بوابه الالم، فما الجسم الجزء الخاص بالبوابه ده ما يتبنج. واكثر من كده قال لك ان كل الفهرس بتاع البوابات الالم مرسوم هنا في الكاف، كل الخريطه بتاع الجسم هنا مرسومه في الكاف، مجاري الالم وبوابات الالم. يعني مثلا هنا الكليه، هنا الدماغ، هنا البروستاتا، هنا مش عارف الرحم، هنا كل الخريطه بتاع مجاري الالم وبوابات الالم مرسومه هنا في الكاف. ايه ده؟ هذه حاجات ما نعرفهاش احنا كاطباء، شرحنا وما لقيناش حاجه. نشوف اعصاب صحيح وبتتفرع، اعصاب حس، اعصاب حركه، انما حكايه ايه مجاري الالم وبوابات الالم؟ فدي مثلا حاجه اثبتت ان في الجسم جهاز ما شفناهوش. ونروح بعيد ليه؟ الفيلم اللي احنا شفناه، يعني انك انت تكتشف ان في جوه في جذور الرموش العين في حيوانات عنكبية اللي مش عارف ديموديكس فوليكيلورا من الممدد فيها ورائد، وما عرفت تشوفه بالميكروسكوب الالكتروني. قال ايه؟ مجرد تصور ان في عنكبوت جوه العين، يعني دي حاجة شيء مرعب. ان فتحات العرق مليانة بالميكروبات السباحية، ومهما تغسل ايديك ما فيش فايدة. الجلد عليه نباتات فطر متطفلة عليه،
تحت الباط مش عارف بكتيريا، الواحد في 8 ساعات يبقى مليون، وبعد شهر لو تكاثر من غير أعداء ومن غير ما تغسل وتطهر وتعمل هيبقى يتكاثر بحجم القارة الأمريكية. إيه ده؟ وده كله الواحد شايله على جسمه، يعني ده الواحد فعلا زي ما قلنا جنينة حيوانات بتتحرك. هم حسبوا قال لك يعني الواحد شايل على جسمه حوالي 4000 مليون طفيل، شايلهم على قفاه ودماغه تحت باطه ومش عارف جلده الغدد العرقية حاجات غريبة أوي يعني. فده عالم خفي غير منظور، ما عرفناهوش إلا باستخدام قوة التكبير العالية. ده غير الكون الكبير ده دوبك ما نعرفش عنه إلا كم كيلو متر فضه بعد الأرض، وبعد كده مجرد صور ورادار وحاجات بالاستنتاج على البعد كده. الأرض اللي احنا ساكنين عليها ما نعرفش إلا قشرتها بس، والباقي مسألة استنتاجات وحسابات ويعني حاجات بطريقة غير مباشرة. زلازل بتحصل ما نعرفش بتحصل ازاي، نظريات بس، وعشان كده ما بقدرش نتنبأ بيه. انظف مخدة في امريكا يشوفوها بالعقل الالكتروني بالميكروسكوب الالكتروني، يلاقوا عليها مش عارف كائنات عنكبية قد الخرفان ماشي رايحة جاية، مواشي قطعان من المواشي رايحة جاية على المخدة. قال ايه دي؟ بتاكل الفراكة اللي بتقع من الجلد على المخدة، عبارة عن كائنات من تقرب للعناكب، دقيقة صغيرة ما تبنش. يبقى المخدة فل غسلات وبتاعه آخر، وكمان ريحتها حلو وماشي عليها خرفان. حاجة غريبة والله. يعني ده شيء غريب، عالم خفي مرعب، ما وصلناش له إلا بقوة التكبير الغريبة الخرافية دي. وبعدين حتى تصور ان تحت باطك مش عارف بكتيريا في 8 ساعات تبقى مليون، في شهر تتكاثر تبقى قد القارة الامريكية، يعني الواحد يغرق في الميكروبات تغطيه وتغطي الافريقي مثلا. ايه ده؟ طب ليه ما بتحصلش كده؟ ما بيحصلش لان ربنا بحكمته العظيمة عامل توازن غريب، ان كل شيء خلق له عدو، كل شيء خلق له عدو. فالميكروبات دي اللي هي كانت مفروض في شهر توصل لتعداد مش عارف قد القارة الأمريكية ما وصلتش، اللي كانت مفروض في 8 ساعات البكتيري الواحد يبقى مليون ما حصلش، لأن لها أعداء، ميكروبات تاكلها، الجفاف والحر والبرد وإفرازات الجسم تقضي عليها، الغسيل الكولونيال مش عارف إيه، الفيروسات اللي احنا مش شايفينها بتتغذى عليها. يعني عالم كله مسلط على بعضه بحيث ان في النهاية في حكمة ربنا ان الكل يعيش، لان لو انفرد مخلوق واحد وربنا اعفاه من الاعداء هتكون النتيجة ان في ظرف 24 ساعة هيطغى على الكرة الارضية كلها. هم حسبوها قال لك الصراصير، بس الصراصير لو ربنا اعفاها من الاعداء المسلطة عليها، يعني أعداء الصراصير ملهاش آخر، ميكروبات على حر على برد على قطط على حشرات بتاكل بعضها على الدي دي تي اللي بنستعمله أخيرا ومبيدات الحشرية وإلى آخر، ثم الأمراض اللي بتيجي للحشرات دي بتهلك. لو أعفيت الصرصور أعفي من كل الأعداء قال لك في 24 ساعة الأرض كلها تتغطى بمترين صراصير، سمك مترين صراصير، ما فيش ما بقاش في بني ادمين ولا قارات ولا حاجه، كله صراصير. فلو انفرد كائن واحد واستقل بدون اعداء يشكموه هيطغى ويقضي على كل الباقي. فغريبه ان دي بقى خطه الهيه، يقول لك ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، يعني ربنا بيخبط كل واحد بالتاني، يطلع جبار يطلع له جبار يروح شكمه. حتى يقول لك ايه، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، يعني حتى الانبياء
ربنا جعل لهم أعداء، جعل لكل شيء نقيض، لكل شيء عدو، لكل قوة قوة مضادة، عشان يحصل توازن. تشوف برضو حكاية التوازن دي في الكائنات، تلاقي الكائنات الضعيفة جدا تخلف كتير، والقوية تخلف قليل. شوف الفيل مثلا يخلف قد ايه، شوف الإنسان يخلف ايه، 2 3 4 10 20، انما الدودة الاسكارس مليون مليون بيضة كل مرة، يعني في خلال عمرها 10 20 مليون بيضة. ليه؟ علشان كل النسل ده بيهلك بالحر والبرد والجفاف والأدوية، وما تجدش بيئة مناسبة، ما تجدش المضيف اللي هتتطفل عليه إلى آخره. فرصتها في الحياة قليلة، فعشان كده ربنا ضاعف نسلها. تبص تلاقي البرغوت ربنا طول رجله عشان ينط، رجل الورانية تلاقيها 4 أضعاف طول الرجل القدامانية في البرغوت، زي حكاية الضفدعة، فده يساعد على النط. فربنا وفر لها في الخلقة دفاع عشان تيجي تمسكه ينط، وإلا لولا الرجل الطويلة دي ما كانش بقى فيه ولا برغوت دلوقتي، كله كان انتهى. إنما الرجل الطويلة اللي ورا خلت البرغوت ينط، لما نط فلت. فيعني تبص تلاقي في التوازن الغريب في الكون، ربنا يقوي الضعيف ويجي القوي يكسر مقاديفه، عشان يبقى في النهاية في توازن. ربنا في إيده مقاليد كل شيء، بيده مقاليد كل شيء. فإدارة الكون لما تبص فيها تلاقي فيها حكم، وإلا زي ما شفنا في الفيلم كانت بقت مصيبة. تصور تحت باطك بكتير، بعد 8 ساعات هيبقى مليون، بعد شهر هيبقى يتكسر قد القارة الأمريكية، تبقى انت فين؟ هتبقى فين تحت البتاع ده؟ هتتردم بقى ميكروبات وتعم انت والقطر اللي انت ساكن فيه والدولة اللي انت عايش فيه. فدي حكمة ربنا بيها نظم الكون، واصبح لكل واحد فرصة حياة، لان ربنا في حكمته وفي سنته ان الكل يعيش. يبقى اذا مفيش واحد فيهم ينفرد وكده، هو ما فيش لا يمرض ولا يبقى له عدو قدامه فرصة كاملة، لا، وإلا هيبلع الكون كله. صرصار واحد ممكن يقضي على البشرية كلها رغم كل الإمكانيات اللي فيها. جرادة لولا إن هي ربنا مسلط عليها المهلكات من جميع الأشكال، ومسلط عليها الإنسان بعلمه، كان ممكن تصبح الصبح تلاقي الجراد واكل جميع أشجار ومزروعات وخضروات العالم، خلاص لا الكرة الأرضية عريانة، ملط، مفيش، ما تلاقيش لقمة تاكلها. وبعدين لما نفكر في حكاية الخفاء اللي احنا موضوع حلقتنا، نجد حقيقي والله له حكمة عجيبة. يعني تصور ان ربنا يديك بصر وسمع وحس بحيث انك تشوف كل الحاجات دي، فتيجي تشرب كوباية مية تشوف الميكروبات اللي فيها. طبعا مش معقول هتشرب ده، حاجة تقرف هترميها على صول دراعك. يعني المية احنا شفنا المية فيها ايه، ملايين ملايين امم بتاكل بعضها، فمعقول هتيجي تبص كده يا نهار اسود تروح رامي الكوباية على صول دراعك. مجرد انك تيجي تحط راسك على المخدة فتشوف الخرفان اللي رايحة وجاية دي، يا نهار اسود دي حاجة مرعبة صحيح، ده مش ممكن يجي لك نوم خالص نهائي. وطبعا مهما تغسل وتاع فمين 20 فم برضه تيجي تنام بص تلاقي الخرفان رايح جاي، ده مش دي مش عيش. ده غير كمان لو شفت الجن والشياطين والملائكة واللي بيحسب عليك أعمالك واللي بيدون صحيفة حسابك والإيده، ده كان الواحد من الإنزعاج يقع بالسكتة القلبية على طول فورا الحياة ما فما بالك لو ربنا كشف لك كمان الأجل وعرفت انك هتموت بعد يومين، او يعني الازعاج اللي هتعيش فيه انت واولادك. يعني فالمساله الخفاء، خفاء كل خفي وظهور كل ظاهر مرتب بحكمه الهيه، بحيث الانسان يقدر يعيش مطمن، لان ربنا اراد بالدنيا ما ارادش بيها انك تعرف كل حاجه، لا، ده اراد بيها اختبارك
وإنك تعرف معدنك وتعرف مكانك ومنزلتك، أدي المسألة. فهي الدنيا دار بلاء ودار امتحان، ما هيش مقصود بيها إنك أنت راجل تبقى عندك اطلاع إلهي وتعرف كل شيء في الكون. فطبعا هي الفيلم ادانا جرعة مقنعة، ورتنا كلنا الحكمة الإلهية، حكمة الحكيم الذي ليس كمثله شيء. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.